نستضيف اليوم في برنامج ضيف الأسبوع رابطة مشجعي نادي برشلونة الإسباني في القنيطرة. نستضيف كل من رئيس الرابطة سيد أمين ماشي. مرحبا بك أمين ماشي، مرحبا بنا عندكم أمين. يعني أخيرا حصلت على اعتراف رسمي من عند فريق برشلونة، تحدثنا على يعني كيفاش تلقيتوا على الاعتراف وشنو هي المميزات ديالك؟ شكرا على الدعوه. كيني 36 كنشكركم على الدعوه وعلى الاهتمام اللي كتعطيو للرياضه بصفه عامه والعمل الجماعي بصفه خاصه. رابطه مشجعين برشلونه دونك بينيا برشلونه ستاد كينيترا تلقات الاعتراف الرسمي ديالها. سبقتوا واعلنتوا على هذا الاعتراف في الصفحه ديالكم. الحمد لله زعما لقى ترحيب من الاغلبيه ديال القنيطريين، لحقاش ماشي غير جمعيه، ماشي غير البارسا، ماشي غير الكره، هو اشعاع ديال المدينه. فريق برشلونه اليوم اعترف بان كاينه واحد الجمعيه في مدينه اللي سميتها القنيطره اللي بعيده على 44 كيلومتر اللي الناس ما كانوش كيعرفوها، معترف بها كجمعيه مشجعه لبرشلونه رسميا. هذا الاعتراف جاء من بعد 3 سنين ديال باش حطينا الدوسي، 3 سنين ديال العمل، 3 سنين ديال الاشعاع المحلي والوطني. الحمد لله ولينا معروفين وطنيا ونقدروا نقولوا عالميا. هذا الاعتراف غادي يخول لينا بزاف ديال لي زافونتاج. اولا غادي تكون عندنا اللوغو ديالنا اللي فيه مدينه القنيطره والرمز ديالو زعما كيبين على التراث ديال القنيطره وعلى التراث ديال القنيطره وعلى عموما عندنا واحد الهدف ندير واحد الاشعاع سياحي وثقافي ديال المدينه. هذيك لابلاك ستكون بلاك ديال الرخام، تكون مطبوعه في النيو كامب ان شاء الله الى قبلنا النادي في الباب رقم 59، يعني 59 ماتريكول ديال القنيطره ان شاء الله غادي تكون، يعني جميع الزوار غادي يدوزوا غتبان لهم القنيطره في الكامب نو. حنايا زعما شرف كبير لينا. الحاجه الثانيه الاعتراف، جميع المنخرطين ديالنا ولاو معترف بهم حتى هما في برشلونه، يعني غتكون عندهم واحد البطاقه خاصه. يعني شرف كبير بان قنيطري منخرط في جمعيه قنيطريه كتولي عنده كارت ديال برشلونه. هذيك لاكارت فيها تخفيضات في جميع منتوجات النادي، في التذاكر، في الاصفار، حيت عندنا منتوجات بزاف. هذا هو المنتوج السابع تقريبا اللي درنا، كلهم مكتوبه فيهم قنيطره، كيقولنا شنو هي 59، شنو هي القنيطره، شنو هو المغرب. هذا من بين الاهداف اللي كنتوخاوها من هذا الاعتراف. هذا الاخبار اللي توصلنا بها كذلك ان غادي تكون يعني رحله ضربتي على الوقت هذا، هذا رحله شحال تظن تقريبا من عضو لا مستوى الذكور ولا الاناث؟ دابا حاليا الناس زعما اللي راسلونا بالنسبه لهذه الرحله نقدر تكون واحد لا ديليغاسيون فيها 30 واحد ذكورا واناثا من القنيطريين. النادي مازال ما جاوبناش رسميا على لاضات ديال هذه الرحله. ملي غنتوصلوا بلاضات عندنا حنا دي زاجونس دو فواياج اللي كنتعاملوا معاهم كيعطيونا دي باك. ملي نشوفوا داك الثمن والظروف ديال الرحله النهائيه جو بونس هذا العدد يقدر يتزاد ان شاء الله. دونك هادشي غادي نعلنوا عليه في لاباج ديالنا باذن الله قريب العاجل. الى جانب رئيس رابطه مشجعي البارسا يتواجد معنا ايضا الكاتب العام لنادي الخات. نادي الخات اكيد بان يعني الرابطه يعني الى جانب ما هو رياضي يعني تتهتم ما هو يعني اعمال خيريه اجتماعي واعمال خيريه. تحدث عنا المنتج. واخا سيدي السلام عليكم وشكرا على الاستضافه. الوغ بالنسبه للاعمال الخيريه كما شنو خص الناس يعرفوا هو ان الا كنتي بغيت دير جمعيه بينيا ديال البارسا من ضمن الشروط ديالهم خص الجمعيه تكون كدير هذا الشيء ديال الاعمال الخيريه، ماشي غير اي جمعيه غادي تجي وتقول انا بينيا ديال البارسا. دونك كاين الشروط ديالهم اللي خصك انت تتبعها باش كتبع لي فالور ديال الكلوب. دونك حنا مشينا على هذا الاساس وفي الاول باش بدينا بالعام الاول كنا درنا با مال ديال لي زاكسيون سوسيال. بدينا بوحده مشينا لذاك المدرسه ديال المعاقين، حاولنا نجمعوا وفرنا لهم بزاف ديال ليكيب ديال لي زيكيبمون سبورتيف. الحمد لله داز داكشي مزيان. ابخي في واحد ليفينمون كنا درنا واحد ليفينمون يتحدث عليه السي خلدون كروي، درنا واحد لودون
واحد المجموعه ديال لي سوسيتي بواحد القيمه ديال لي زافوزيون بواحد القيمه ديال الفلوس. وفي كل رمضان كنحاولوا نديروا بحال جميع الجمعيات ديك رمضان الخير. دونك هي القفه كنحاولوا نجمعوا واحد العدد ديال القفاف وكنفرقوهم على الناس اللي محتاجين. درنا هذه القضيه جوج مرات وان شاء الله في هذا العام بغينا نديروا شي رحله للاطلس شو عندك الناس اللي محتاجين الحويجات وكتوبة وهذا باش منها غادي نديروا الخير في هاد الناس ومنها قنطرة تزيد تعرف هنا في المغرب. دونك كنحاولوا نتبعوا لي فالور ديال الكلوب احنا مشجعين ولكن او ميم طون كنديروا الخير وكنحاولوا نديروا شويه الاجر. شكرا سيدي. مرحبا الله يحفظك. يتواجد معنا ايضا السيد خلدون نائب الرئيس المادي. تحدثت في الشق ما هو اجتماعي وخيري. انت تحدثنا يعني ما هو رياضي. السلام عليكم. شكرا على الاستضافه صفحه قنيطره 36. بالنسبه للجمعيه محبين نادي برشلونه في قنيطره هي جمعيه اللي تاسست هذه 3 سنين تقريبا. جمعيه اللي وحدات صفوف ديال مشجعين نادي برشلونه في مدينه قنيطره وفي المغرب كامل. الجمعيه ديالنا ما كتقتصرش غير على الشباب اللي اغلبهم مولوعين بالكره وبنادي برشلونه ولكن كتحاول تجمع ما بين زعما جميع الاعمار. عندنا من الناس الكبار في لاج اللي كيجيو معنا لجميع المقابلات كيحاولوا يحضروا معنا في جميع المناسبات اللي عندها علاقه مع نادي برشلونه. بالنسبه للجمعيه ديالنا حاولنا ما عندناش مقر خاص. ما كانش عندنا مقر خاص فين كنتفرجوا الوغ كل مره فين كنا كنتجمعوا. والحمد لله هذا الشيء لقى اهتمام كبير من جميع الجماهير ديال نادي برشلونه اللي كانوا كيجيو بزاف الوغ ما بقاش عندنا الكاباسيتي باش نجمعوهم كاملين. دابا هذه الساعه هذه عندنا نورمالمون كافي بروكلينز هو المقر دابا الرئيسي فين كيتجمعوا فيه مشجعين ديال نادي برشلونه اللي تابعين لابيني برشلونه ستاديو كنيترا. بالنسبه لي زيفينمون اللي دارتهم لابينيا لي زيفينمون الكبار اللي الحمد لله لقاو واحد الصدى عالمي هضر عليهم الناس في العالم كامل. درنا فينال ديال كوبا ديال ري في قاعه كبيره ديال اسواق السلام. جاو ليها مجموعه كبيره من الشخصيات الرياضيه والسياسيه لاعبين دوليين سابقين كبار كصلاح الدين باصير. الحمد لله هذاك ليفينمون لقى واحد الصدى كبير تقريبا كانوا فيه 600 شخص اللي جاوا ليفينمون وكان جاوا بزاف ديال الناس اللي ما لقاوش فين يدخلوا لاصال. وجاو اذاعات عالميين اذاعات وطنيه اللي غطاو هذا الحدث هذا. واحد من بعد اسبوع تقريبا كان النهائي ديال كاس رابطه الابطال الفينال ديال الشامبيونز ليغ اللي نضمناه حتى هو في قاعه اسواق السلام والحمد لله حتى هو داز مزيان. وهادو بعدا بجوج توجوا بتتويج فوز برشلونه بكوبا ديال ري وبالشامبيونز ليغ. دابا حنا كنوجدوا راسنا باش نديروا مقر خاص بينا خاص بالجمعيه بالاسم ديال الجمعيه ديال برشلونه يعني مقر اللي غادي يكون بسميت لابينيا برشلونيستا دو كنيترا اللي دابا حنا خدامين على هذا المشروع هذا. كنديروا لا ديكوراسيون ديالو كنديروا خدامين على هذا المشروع. اونطروطون دابا على ما نوجدوا المشروع ديالنا ان شاء الله راه المقر ديالنا هو كافي بروكلينز. وشكرا. شكرا. نحولوا الميكرو للرئيس رابي الخارجي. امين الى جانب شان فيه مؤخرا في الدوري ديال الشباب اللي جمع يعني البنيه ديالها تحدثنا على هذا الدوري وانتم كرابطه تمشي يعني باصه في قنيطره ما تشكرش يعني ديروا هذا الدوري ان شاء الله في قنيطره. بالنسبه للدوري ديال كره القدم كنحيي الصديق ديالنا الفنان الكبير حميد الحضري اللي هو رئيس البنية ديال شاون. دار واحد المبادره صعيبه وصعيبه جدا زعما كنحييه على العمل الجبار اللي دار انه كيجمع اون ديليغاسيون ديال لي بنية ديال المغرب كامل وماشي فقط اللاعبين حتى المكتب المسير منخرطين تقدر توصل حتى 20 ولا 25 واحد من كل مدينه. يعني هو كيلقى راسو وسط 200 واحد اللي خصهم لو لوجمون ديالهم الماكله ديالهم
كياخذ التيران ديال الشاون لو كادغ زوين الناس كيجيو يديروا السياحه كيدوز الويكاند زعما رائع المشاركه ديالنا بجوج كرويا زعما دازو ممتازين كنا حنا في النهايه ديال بجوج وخسرنا في النهايه كنطمحوا ان شاء الله باذن الله العام الجاي في الربيع العام الجاي ان شاء الله ناخذوها الى كتاب باش نجاوبك دابا على السؤال ديالك كنفكروا فيها تري سيريوزمون حنا عندنا واحد الفريق ناشئ عندنا لا فيليال بي بي كافوت ديال لا بي بي كا ديال لابيني ديالنا هاد لا بي بي كافوت دابا تقريبا واحد العامين وحنا خدامين في هذا المشروع عندنا مدرب عندنا زي رسمي كنوجدوا الزي ديال هذا العام وهذا العام ان شاء الله لاول مره غادي يوليو عندنا جوج مقابلات رسميين وحده ديال لونطريمون وحده ديال وحده تكون رسميه مع في دوريات محليه ديال القنيطره ان شاء الله الى كتب العام الجاي ماشي هذا العام غادي ننظموا حيت العمل خص يكون باش تجمع 200 واحد من المغرب سي با ايفيدون بغينا ان شاء الله العام الجاي نكونوا قادرين اونغانيزي التورنوا ان شاء الله باذن الله نمشي عند الكاتب الاداري هذه بعدي شحال عدد المخالفين دابا تقريبا ديال بارسلونه راه شنو هي الطموحات ديالكم على السيبو ديال الكلوب حنا الحمد لله في العام الاول ديالنا كنا وصلنا ل 129 ديال المنخرطين اللي هو بالنسبه للمغرب او لافريك سي واحد لو نومبر اسي امبورطون حيت ماشي كلشي كيزعم كيقول حيت خاصك تكون عندك واحد العشق بهذا البرشلون وخاصك تمشي تنخرط ماشي وانت كتسنى شي حاجه دونك حنا زعما الحمد لله بالنسبه للعام الاول درنا 129 منخرط والطموح ديالنا نوصلوا ل 500 ولا حتى 600 منخرط دابا حنا كنخدموا بواحد كنديروا مجهودات كبيره باش نوفروا كاع الظروف للمنخرطين اللي يزعموا يجيو ينضموا لنا هذا دونك حنا بحال اللي قلت لك حنا كنتمنوا نوصلوا لواحد 500 ولا 600 في هذا العامين ان شاء الله اللي جايه ومع دابا ولينا رسميين هذا الشيء غادي يكون بوسيبل ان شاء الله مع الرئيس سعد فردون سعد يعني شي كلمة ختامية في الختام شنو بغيتوا في الختام غنحاول اني نشكر جميع الناس ديال المكتب المسير اللي شاركوا في التأسيس ديال اللي ساهموا في التأسيس ديال هذه الجمعية هذه وغنسمحوا لي نذكر الاسماء ديالهم كاملين السي عبد الله بومدياني السي مهدي احردان السي كريم حداوي السي زهير قداوي السي امين ايت العيدي سلمى بوشنتوف صراح الدور هادو الناس اللي ساعدوا المكتب المسير باش تاسست هذه الجمعيه هذه وغنخص عاوتاني بالشكر الناس ديال المكتب المسير الحاليين السي اسماعيل الادريسي السي انس الادريسي السي مهدي بخات السي امين المهاشي السي انس النجار السي عدنان القرقوري كنشكر جميع هاد الناس هادو حيت كون بلا بيهم عمرها ما هاد الجمعيه ما كانت غتاسس عمرها ما كانت غادي تزيد القدام وان شاء الله مازال الخير القدام مازال الطموحات ديالنا كبيره مازال حنايا طامعين نوصلوا لواحد المستوى اللي هو ماشي كبير مغربيا ولكن عالميا باغي نوصلوا للعالمية ان شاء الله اللي بغيت نهضر عليه هو انه الجمعيه ديالنا هي ثاني جمعيه في العالم اللي دايره ابليكاسيون في ابل ستور اللي يمكن لجميع الناس اللي دخلوا الابل ستور يتلشارجيوها غراتويتمون وان شاء الله قريبا غادي تكون في الاندرويد لجميع الناس اللي بغاو يشوفوا التاريخ ديال لابينيا حيت هاد الابليكاسيون حاولنا نديروا فيها جميع ما هو يخص الجمعيه ديالنا من التاسيس ديالها الى يومنا هذا وشكرا لجميع المتتبعين وجميع الناس اللي كيشجعونا باش نزيدوا لقدام وشكرا لقنيطره 36 على الاستضافه وشكرا جزيلا شكرا اضافه خفيفه جو بونس ان سي خلدون قال كل شيء اضافه خفيفه هي ان رابطه مشجعي برشلونه بالقنيطره واجده ومستعده لاي تعامل مع اي جمعيه ولا اي شخص في القنيطره حنايا عندنا واحد لاباج فيسبوك انستغرام تويتر يعني ساهل الكونتاكت ديالنا الحمد لله اعضاء ديال المكتب المسير غنيين على التعريف كلشي كيعرف القنيطره اللي بغى ينخرط مرحبا به اللي بغى يدير عمل خيري مرحبا به اللي بغى يدير اون كونفونسيون مرحبا به نو سوم اليكوت بغينا نزيدوا بالمدينه القدام في العمل الجمعوي اللي بغى يتفرج معنا كنعاودوا التذكير لو كافي ريستورون بروكلينز راه كاين في طريق بنو زياد
من كارين نوار حتى شريف محمد الخامس انا معروف. جو بونس قلنا كل شيء. واش كاين شي اضافه خصها تقال؟ كنشكروا كاينيت 36 على هذه الاستضافه ومزيدا من الاشعاع. شكرا. اكيد ان نكون معكم ان شاء الله في جميع ان شاء الله. شكرا، بارك الله فيك.